أما مع محمد رح نشوف بشو كان وعدنا بالحلقات السابقة. رحت البخور امبارح مع محمد كانت واصلة. خلص كانت واصلة من الرياض لهنا. مساء الورد أحمد، مساء النور ترين، مسي بالخير على كل متابعينا في كل العالم العربي، ونعايد اللي ما عيدناهم البارحة، والله يديم علينا أسباب الفرح دائما. أمين اليوم رب. قبل نبدأ على الهواء أحمد، سيرين وزير الصحة انتهى من خطابة للناس في السعودية، وكان في بشارة خير، يعني من يوم الخميس القادم راح تبدأ تتخفف الإجراءات في الحظر، وراح إن شاء الله يعني نبدأ نعكس الإجراءات يعني اللي صارت الاحترازية، نبدأ نرجع لحياتنا الطبيعية بشكل تدريجي. صراحة الخبر كان مفرح جدا بالنسبة لنا، مبسوطين أكيد متحمسين، والآن الكرة في ملعب الناس، نعتمد على الوعي، اهتمامهم بالإجراءات الاحترازية بحيث أن يقللون من فرص انتشار فيروس كورونا. فنقول الحمد لله رب العالمين، احنا الآن في خطوة جديدة، صح أننا طولنا لكن قاعدين نتجه لهذا الأمر. في أيضا أمر آخر أحمد سيرين، تعرفين الطلاب راحوا كلهم أونلاين، ومو بس كذا حتى تخرجهم. فجمعنا لكم يعني من الفيديوهات اللي وصلتنا فرحتهم بانتهاء الدراسة والتخرج، خلونا نشوفها ونعلق عليها بعد شوي. يلا بينا. Hi, I'm Griffin. I was 5 now I'm 6. مبروك بسبوس. عبد الله بن عبد الرحمن الحسون، تخرجت من كلية الطب ومثلت الشهر الثانية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سعد عبد الرحمن ركيان، خريج من جامعة يو إن سي شارلوت، تخصص فاينانس. رحمة الستويفي، إعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. عبد الرحمن بن عمر العلي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الطب والجراحة. لالا يوسف عساف الحربي، كلية الطب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الحمد لله أخيراً تخرجنا وصرنا أطباء. تخرجنا مرحلة ابتدائية وراح على المرحلة المتوسطة بإذن الله. And congratulations, you have graduated. برافو للكل، مفرح. يس يس مبروك يس يس. مبروك. وعندنا مفاجأة أحمد سيرين لكل الخريجين في كل العالم العربي، شيء لم يحدث من قبل إن شاء الله في الفقرات القادمة. جهزوا طرابيش التخرج، جهزوا البشوت، جهزوا شال التخرج، عندنا لكم مفاجأة لم يسبق أن حدثت من قبل على الشاشة. لكن أنا برجع لكم في القوانين، قلنا أحمد سيرين قبل كم يوم في تغيير بيصير للأسف، بسرق منكم واحدة من أكثر الأشياء الممتعة لكم في البرنامج. شو هي؟ اللي هي مساعدة المشتركين. تعرفون اليوم أيوة اليوم خاص طبعاً. 12 مشترك خاصين في مسابقة كذا كأس العالم، يعني خاص لنا اليوم في البرنامج، سهراني معاكم بالعيد. فعندكم الجملة الأساسية الهنت الأول، أوكي، بعدها ما في أي مساعدة إضافية عشان نقدر نعدل طبعا بين كل المشتركين، لأن في الأخير بين ال 15 في أسرع واحد وأكثر واحد أجاب على الكلمات هو اللي بيفوز. أحمد سيرين أنا آسف، أدري إنه يوجع قلوبكم شوي، لا حاولوا. أنا بس ما بوعدك، أنا ما بوعدك بتحطوا لي سكوتش على تحطوا لي إيدي، إنه ما بعرف كيف شو بيزبط مني. لا لازم تباعد اجتماعي ما بين الهند، صح. خلاص يجب أن نتوقف وشدوا حيلكم. وكل الخريجين أنا بس ودي أقولهم من الآن، جهزوا عدة التخرج، عندنا لكم ليلة لن تنسى، وعد. خلاص يا محمد ومستنينك أكيد. حاضر أستاذ الناظر، حاضر. شكرا يا محمد. باي باي محمد.